جينا باش نطالبوا حقنا لا تراجع عليه، لان انا كنعانيو من الاقصاء منذ سنه 2011 من حسب القرار 26 افريل 2011. وحنا صامدون ولا تراجع، وغنبقاو شادين ان شاء الله حتى نوصلوا للحق ديالنا ونحققوا المطلب ديالنا، وهو الترقيه الى خارج السلم باثر رجعي مادي واداري، مزاولين ومتقاعدين. وكنتمنى لجميع الاخوان الصمود والصبر، والمعركه مازال طويله ولكن حنا ليها وحنا دائما معاكم. درنا عده حلول من غير الوقفات، بدينا بساعات داخل المؤسسات، بدينا تبعنا مقاطعه النقاط ديال المسار غير باش يتهموا فعلا عطى واحد النتيجه ايجابيه ديالو، وصل الصوت ديالنا للوزاره للمجتمع كامل. ولكن احنا ما ضريناش التلامذ اصلا، كنقريوهم كنديروا لهم الفروض ديالهم، كل شيء كان عندنا وكل شيء هو هذاك، ما تضر حتى شي واحد، ولكن احنا اللي مضرورين. ولا بغيتوا واحد التعليم في المستوى ومجتمع في المستوى، راه خص الاستاذ ياخذ حقوقه. نحضروا اليوم ب 26 ابريل 2023 من امام وزارة التربية الوطنية كبقية الوقفات التي نظمناها. نحن ناخذ اليوم إضراب وطني لمدة يومين 26 27، وننظم وقفة أمام الوزارة ومسيرة إلى البرلمان. المناسبة كما يقول الشرط 26 أبريل يذكرنا باتفاق التي وقعته الدولة حكومة مع النقابات ومع الفاعلين الاجتماعيين، والذي يقر بالنسبة لنا حقنا في خارج السلم بأثرين إداري مادي ومعنى ومالي. لكن تملص الدولة من هذا المطلب، جعل فئات التعليمية كبرى آلاف تعتبر من ضحايا هذا الحلف، حيث أن هناك من يقبع في هذه الزنزانة 11 لمدة تزيد عن 20 سنة. كيف يعقل؟ والدولة تنادي بتوحيد المسار، والدولة تنادي بالجودة، والدولة تنادي برفع مكانة التعليم، وهي تقصي واحد الشريحة عظيمة من حقها في الترقي إلى خارج السلم. فالمطلب واحد ومفهوم، والدولة تفهمه جيدا، أن يتم فتح خارج السلم لهذه الفئة العريضة من رجال التعليم بأثرين إداري مادي وإداري. فنحن صامدون فمنذ 2018 والتنسيقية تناضل ولا زالت تناضل وستبقى تناضل إلى أن يتحقق هذا المطلب، وبأثرين مادي وإداري. ما تم التوقيع عليه في اتفاق 14 يناير 2023 نعتبره التفافا حول المطلب، رغم أنه أقر بالدرجة الجديدة وأقر بخارج السلم، إلا أنه لا زال غامضا ولا زال مبهما ولا زال لم يتم ترسيمه إلى حدود الساعة. فنحن طالبين مرسوم تعديلي يرفع الحيف والتهميش عن هذه الفئة وبأثرين مادي وإداري.